مبتدئ او انا مبتدئه، انا موظف، انا بغيت نبدا كيفاش باش نربح الفلوس. هذا مستثمرين، هنا رساله موجهه للمستثمرين. خويا بغيت نبدا في الخليج، شنو خاصني؟ هذه ما عمر شي حد قالها لكم، انا نقولها لكم اليوم. راه شكون الناس اللي كتنجح في التجاره الالكترونيه، وشنو هما الناس اللي ما كينجحوش في التجاره الالكترونيه؟ هذاك اللي اليوم وصل 50,000 دولار، وصل 100,000 دولار في الشهر ولا في الكنزه 15 يوم، راه واحد هو امير، هو واحد مال الكلاينت عندنا في السي او دي نيتورك، اللي تبارك الله فايتين نص مليون دولار فيرسيناها لهم في ظرف عام. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم كاملين، الله يكبر بكم. اللي في هذا اللايف جمع مجموعه من النقاط اللي او من الاسئله اللي سولوني الاخوان والاخوات البارح في لي كيسيون هنا في ستوريات، وملي بديت البارح كنجاوب فيهم، ويبان لي ان كثار بزاف ما قدرتش نجاوب على كل شيء في دي ستوري. قلت علاش لا نديرو هذا اللايف، ومنها نهضروا من هنا، منها نشرح لكم مباشره. تحيا باسم الكيتان، شكرا حبيبي. والناس كامل اللي كيقولوا السلام عليكم، كنقول لكم كاملين وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك الاخوان، على بركه الله، بالامس سولتكم، قلت لكم سولوني وجاوا بزاف ديال الاسئله. بزاف ديال الاسئله جاوني على الخليج. انا كنتفهم ان بزاف ديال الناس كيسولوني على الخليج، بحكم اننا كنقدموا خدمه في الخليج، وانا عندي تجربه في السوق الخليجي اللي فايته 7 سنين ديال البيع، او 6 سنين بحال هكا، ما بين 6 سنين 7 سنين ديال البيع في دول الخليج. اكثر سؤال جاني هو انا مبتدئ كيفاش غندير. اوكي، ما عرفتش نبدا بهذا السؤال ولا لا، ولكن نتوكلوا على الله. اكثر سؤال جاني هو خويا يحيى، انا مبتدئ شنو خصني ندير؟ واكثر سؤال ما عندوش جواب، هذا السؤال كيجيني بزاف حتى في البريفي. انا مبتدئ او انا مبتدئه، انا موظف، انا بغيت نبدا كيفاش؟ اخوان راه ما كاينش جواب لهذا السؤال ديال انا مبتدئ وبغيت نبدا. بحال كتسول شي نجار كتقول ليه انا بغيت نتعلم النجاره، كيفاش هو دخل تعلم النجاره؟ دونك اخوان اللي بغاو يبداو في هذا المجال يدخلوا، تقول لي فين غندخل وكيفاش غندخل، ما كيهمش، اقل شيء دخل دير استرو. هذه استرو عليها لا بلي بار كيدخل لهذا المجال كانه جاي غيحط واحد البيدجي وغيروح واحد البيدجي، داخل اوتوماتيكمون كمستثمر، داخل اوتوماتيكمون معتبر راسك مستثمر، وهذا اكبر غلط كلشي كيرتكبو. راه المستثمر له او يملكه دابا في اي مجال. شنو هو المستثمر؟ المستثمر هو واحد الشخص جايب معاه الشكاره، جايب معاه الفلوس، وجايب معاه خبره او تجربه او دراسه. صافي، شي واحد بغى يدير قهوه، بغى يدير اوتيل، بغى تجيب معاك خبره، تجربه، دراسه، ناس فاهمين في المجال. اوكي، دونك ملي كتجي كتقول لي خويا يحيى انا مبتدئ في المجال، شنو خصني ندير باش نربح الفلوس؟ هذا سؤال غلط اولا قبل كل شيء. الا بغيتي تبدا في هذا المجال باش تربح الفلوس، انت ماشي في السكه الصحيحه. انت بحال واحد الشخص جيتي عندي قلتي لي بغيت ندير قهوه، كيفاش خاصني ندير القهوه؟ غنسولك واش جاك ندير في القهوه، تقول لي لا. واش عندك شي قهوه عند والد ديالك؟ تقول لي لا. واش عندك الفلوس باش دير قهوه وتجيب الخدامه اللي غيجيريوها حيت انت ما عندكش اكسبيريونس؟ غتقول لي لا. اذا لا يمكن دير قهوه، ماشي صريح، ولكن انت بغيتي دير قهوه، اول شيء سير خدم سرباي، من بعد خدم جيرون، من بعد سير كريها عند شي واحد بتسير، من بعد جمع راس المال عاد دير قهوه ديالك. دونك اخوان ما يضحكش عليكم حتى شي واحد في الويب ويقول لكم ان غتجي اليوم غنعطيك مفاتيح سحريه، كيفما كانت الخلفيه ديالك او التجربه ديالك غدير الفلوس، الا الا تحقق واحد الشرط الواحد، هو انك انت خاصك دوز في المراحل
ما تنقذوش الاخوه المراحل. ما عرفت واش الجواب صحيح ولا غير خرمستها. اخوان اللي كيجيو جوج الناس كيجيو كيتلاحوا ماشي كيتلاحوا كيجيو كيبغاو يدخلوا لهذا الدومين نوعان. كاين واحد كيقول لك انا مبتدئ خويا يحيى بغيت ندخل لهذا الدومين شنو خصني ندير وري ليا. كيجيني بزاف هذا السؤال نقدر نقول لك كيجيني 50 100 مره يوميا في الانستغرام من اينات وذكور كيقول لك خويا يحيى بغيت ندخل المجال عجبني هذا الايكوميرس بغيت ندخل ليه شنو خصني ندير. ما يمكنش نقول لك شنو خصك دير. اول حاجه سير تعلم، اول حاجه سير قرا، اول حاجه سير طبق، سير قرا وطبق. دونك الا انت مبتدئ باش نلخص لكم الفكره، الا انت مبتدئ اخي اختي، الا انت مبتدئ، المبتدئ هو واحد الشخص ما عمره مارس الايكوميرس. دونك انت هنا خصك تعلم. كيفاش غتعلم؟ غتجيب واحد المبلغ كيف ما كانت قيمته، غادي تحل ستور، غادي دير فيسبوك ادز وغتعلم تبيع هاد المبلغ. ما تبغيش منه الربح الله يجازيكم بخير. دابا المشكله كيجي يقول لك اخويا انا بديت وخسرت. راه انت هذاك الفلوس راه ماشي بديتي بهم باش دير بهم الفلوس، دوك الفلوس بديتي بهم باش تعلم. عاد كيعطيك واحد الدبلوم، عاد كتمشي كتدفع للقطريه والاماراتيه والوالي الماروك وانت وزهرك، او انت ماشي وزهرك، انت والخبره ديالك وانت وليزونتخوتي اللي دوزتي وانت وانت. دونك واش ديك المدرسه اللي كنتي كتعطي 3000 درهم 4000 درهم في الشهر مساني معاك واحد الكونطرا النظام اللي تخدم؟ لا هذه ما كايناش. دونك الاخوان فرقوا ما بين التعلم والاستثمار. الله يجازيكم بخير. هذا عشان دقيق باش كندوي كندوي باش نبين لك اخي اختي ان كاين فرق كبير بين التعلم والاستثمار. بغيت تدخل لهذا المجال صنف راسك هو الاول. هذه بغيتكم تكتبوها دابا، شكون انت؟ مستثمر او مبتدئ او واحد يبي يتعلم بغى يتعلم؟ دونك شكون انت عاد نقدر انا نوجهك او انا نوريك او انا غير خليك توجه راسك. اوكي دونك الله يجزيكم بخير. الناس اللي ما كيمارسوش عاد دابا كتفرج في ناس 720 واحد، هاد الناس اللي كتفرجوا فيا الا فيكم نسبه نقولوا 100 واحد بغاو يدخلوا لهذا المجال ما عمركم مارستوه، ما عمرك درتي اي كوميرس، ما عمرك درتي التجاره الالكترونيه، ما عمرك بعتي شريتي في الانترنت. مبتدئ خصني شنو خصني ندير؟ ولا واحد قال لك انا عندي 10000 دولار عندي 20000 دولار شنو خصني ندير؟ الا انت مبتدئ سير تعلم، خذ لك 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم تعلم بها. الا حط في دماغك نجيك نصيحه من دابا وعندك نصيحه اخويه، الا انت كتقول ديك 3000 درهم ورا 4000 درهم باش غدي الارض نهار الاولاني باش تعلم تجيب مبيعات تعلم دير الكونفرجن دير، الا انت كتفكر فيها ان خصك خصك ما تمشيش ليك، انت في المكان الغلط. التجاره الالكترونيه لا تصلح لك باش نجيك صريح، حيت هادو فلوس ديال التعلم. بحال الا مسجل في المدرسه كتقرا بها صافي، مسجل في المدرسه كتقرا بها. انت كمبتدئ، المبتدئ خصك بين هذا اللي كيدير الفلوس بزاف وهذا اللي ما مازال ما كيديروش الاي كوميرس. هذا كيدير الادس مزيان، هذا ما كيديرش الادس مزيان. زائد باش نكونوا صريحين، زائد حوايج اخرين اللي هما بحال كيعرف يحسب وامور اخرين غادي نطرقوا لهم بعدين. دونك ما نكثرش في هذه النقطه. الى انت مبتدئ الله يجازيك بخير، خصص لك ميزانيه للتعلم. شوف نجيك صريح، داكشي ديال التعلم فابور داز مع 2012 2013 2014 2015 صافي باش نجيك صريح، باش ما يقولك شي واحد اخر لا غتبدا دير الاي كوميرس 500 درهم كيكذب عليك. اللي قال لك غدير الاي كوميرس 500 درهم 1000 درهم كيكذب عليك اخويا. الا غدير الاي كوميرس غتعلم بها اييه، كتمشي كدير واحد الكامبين ب 5 دولار في النهار كتعلم كتشوف كتاناليزي كتفشل كتنجح وهكذا. بغيتي تخسر فلوس من جيبكم تقري راسك الاخر. انا هادي يعني تعمدت نقولها باش الناس ما يعيشوش في الوهم، باش الناس ما يضحكوش ما يضحكش عليك حتى شي واحد باقي، وحتى ما يضحك عليك راسك. اهم حاجه ديال ان باش تعلم كمبتدئ خصك تخسر فلوس. بزاف ديال الناس كيقول لك خويا يحيى انا مشيت ندير الاي كوميرس في الخليج بغيت ندير الاي كوميرس في المغرب ومشاو ليا فلوسي. راه شنو بيتي انت؟ انت مبتدئ، انت ماشي اكسبير،
انت ماشي واحد عنده مستوى شويه متقدم، انت يلا بديتي خصك تعلم. وفاش غتعلم؟ ما غتعلم فلوسك، فلوس باك ولا فلوسك انت باش غتعلم؟ ماشي ماشي فلوسي، ماشي فلوس صاحبك، ماشي فلوس الجيران، راه غتعلم فلوسك السي محمد، غتعلم فلوسك. دونك باش توصل لواحد النيفو وانت كتطلع كتعلم بالفلوس. كما رشحت لكم ما نطوروش في هذه الفكره، كما رشحت لكم بحال شي واحد بغى يقرا يكون مضيف طيران او اي حاجه، كيخلص شهريا 3000 درهم 5000 درهم شهريا باش يقرا يتعلم. دونك مبتدئين انت لازم تتعلم من الاخر. المستثمرين، هنا رساله موجهه للمستثمرين. بزاف ديال الناس كيكونتاكتيونا سواء في السي او دي نتورك، سواء في الشركاء ديالي، سواء كنتلاقى معاهم في الشارع، في الشارع، سواء كيصيفطوا لي في البريفي. بزاف كيقول لك خويا دحيا انا عندي 20 مليون، انا عندي 30 مليون، انا عندي 100 مليون، انا عندي 5 مليون، شنو خصني ندير؟ انت مبدئيا هنا كتعتبر مستثمر ولا تملك تجربه، اذا انت هنا امام خيارين. جيك صريح عبد نطي هذيك الناس اللي كيقولوا لي هاد الهضره، يا اما داك الفلوس اللي عندك نسبه فيهم غيمشيو لك في التعلم. مثلا عندك 10 د المليون، جيتي عندي قلت لي خويا دحيا انا بغيت ندير ايكوميرس في المغرب، صافي باش ما يقول لي شي واحد كتهضر غير على الخليج، بغيت ندير ايكوميرس في الهند ما يسخر لك، وعندك 10000 دولار، انت هنا كتعتبر مستثمر وما عندكش ريال في جيبك، عفوا ما عندكش تجربه، ما عندكش خبره، ما عمرك طبقتي. هنا انت تملك المال للاستثمار ولكن لا تملك التجربه ولا تملك تجربة، عفوا هي هذيك التجربة باش تخدم. دونك هنا خصك تدوز بحالك بحال مبتدئ، دوز في مرحلة التعلم، أو جيب شي واحد اللي متعلم يخدم لك داك الشيء إلا لقيتيه. ولكن أنا أفضل خصك ديك 10 مليون اللي عندك 21000 درهم غتمشي لك غير كتعلم بها، وممكن ديك 20000 درهم ما تمشيش، ممكن انت كتعلم كتجيب التعادل كتجيب ناقص شويه ولا رابح شويه، المهم كتعلم. الاخوان هنا شنو كيطرى لهم كاملين وانا كنشوفهم على نفسي وديتور وكنشوفهم بزاف، ما بغاش يتعلم، قال لك بغى يتعلم، قال لك بغى يدخل بصفر تجربه في المجال ديال الاي كوميرس، وبغى لك بغى يديك الفلوس اللي جاب ما خصهمش يخسرهم، ما خصهمش يمشيو ليه في الادز، ما خصهمش يمشيو ليه في التيس، وبغى ديك تربح. هذه راه ما كايناش، باش نجيك انا صارح، الا انت كتظن هذا الشيء فانت غلطان، سمح لي، الا انت كتظن هذا الشيء فانت الله يجازيك بخير على غلط. لخص لكم جوج الناس كيجيو كيبغيو يدخلوا المجال ديال الاي كوميرس، المبتدئين دوينا عليهم، قلنا لك المبتدئ خصك تدوز تعلم فلوسك. اوكي، اللي جا قال لك انا بغيت نستثمر خويا دحيا خويا فلان خويا راه عندي 10000 دولار 20000 دولار 30000 دولار 5000 دولار، خصك واحد المبلغ، في داك المبلغ تخصو طاح ليك تعلم به. اوكي، هذا هو الناس اللي كيبغيو يدخلوا في الاي كوميرس، هذا هو الجواب ديالي الناس اللي كيبغيو يدخلوا في الاي كوميرس. جوج اسئله حيدناهم. اكثر سؤال ثالث كيجيني، خويا بغيت نبدا في الخليج شنو خاصني؟ هاد السؤال حتى هو راه صعيب نجاوب لك عليه، هاد السؤال حتى هو صعيب نقول لك خصك دير اب سي دي باش تبدا في الخليج شنو خاصك. خصك عاوتاني تعرف دير الارض، خصك تلقى برودوي، خصك تلقى منتوج وتيستي. هنا كنسطر لك عاوتاني على تيستي، تيستي يعني غتخسر الفلوس باش تيستي البرودوي، باش تعرف واش البرودوي خدام ولا ما خدامش. وهذا الشيء الناس اللي الناس اللي دوزوا الدروب شيبينغ كيعرفوه مزيان، يعني انه هو مثلا في الدروب شيبينغ سابقا كانوا الناس كيخسروا 1000 دولار 500 دولار 5000 دولار باش غير يلقى البرودوي اللي غيخدم لي، باش غير يلقى البرودوي اللي غيخدم لي. دونك هنا في الخليج اكزومبل ولا في المغرب ولا في الافريك ولا في السي او دي بصفه عامه، كتخصك واحد 200 300 دولار تسبانديها في الادز حتى ل 500 دولار باش تلقى البرودوي اللي غتبيع. يعني الا انت جيك صريح عاوتاني، الا انت نفسيا وعقليا وفي الذهن ديالك غير مستعد، سمعني عاوتاني، غير مستعد انك تخسر واحد 2000 درهم 3000 درهم 5000 درهم 4000 درهم 2000 درهم باش غير تلقى البرودوي، غير تلقى باش غير تلقى البرودوي اللي غتبيع، فانت في المكان الخطا على مستوى الاستثمار في التجاره الالكترونيه. هذا سميتو استثمار،
ملي كيبغيو يبنيو اوتيل اكزامبل ملي كيبغيو يديروا يبنيو اوتيل غيبنيو ب 3 المليار 4 المليار 10 المليار 20 مليار شنو كيديروا مبدئيا كيجيبوا واحد بيغو ديتود واحد مكتب دراسه واش كيتسمى بالعربيه كيعطيوه 100 مليون كيقولوا لي عافاك دير لينا غير اليوتيوب واش غادي ينجح لينا هنا لوطيل وممكن يجاوبهم باه وممكن يجاوبهم بلا وديك 100 مليون غيخلصوها سواء جاوبهم باه او جاوبهم بلا دونك الاخوان انا ما بغيش تفهموا البيزنس وما بغيش تفهموا الاستثمار كيما يبغى يكون ماشي حنا كنعطيو مثال بالتجاره الالكترونيه حيت الدومين ديالنا وداكشي اللي كنخدموا فيه وكنفهموا فيه وكاين راه قس على ذلك جميع المجالات الاستثماريه الا بغيتي الفلوس ملي كتدخل ليا الفلوس كيجيو بمراحل كيجيو بدراسه السوق ودراسه السوق كتضرب الفلوس جيك انا من الاخر دراسه السوق او دراسه حاله منتج او ايجاد منتج رابح خصك تانفيستي فيه هو كيعتبر استثمار يعني ملي كناخذ 300 دولار كنقول هذه ديال التيست يعني كنلقى بها البرودوي ديرها في دماغك الا مشات عندك عادي انت لا انت بغيتي بهاد 300 دولار تيستي بها عندك البيجي ديال التيست بلس ديال السيلز راه ما يمكنش اخويا وفي الاخر غتجي غتشكى كتقول هادشي ما منوش ضحكوا علينا كتبوا علينا نصبوا علينا وانت راه في نهايه المطاف كتبتي على راسك ونصبتي على راسك وديتي راسك ورجعتي اللور والناس راه كيتمشاو لقدام راه بينك وبينك ملي بديتي انت وواحد او بيبداو او ميم طون واحد كمل غير هو ما تيقش هذه الفكره اللي تيقتي انت في راسك لانه منصب عليك غير هو كان نفسيا وذهنيا مهيئ انه خصني ندوز في مرحله التيست دونك ملي كتبغي تبدا في الخليج او تبدا في اي مارشي بغيت تبدا فيه خصك واحد علاش حنا كنقول لك 2000 دولار 3000 دولار باش واحد 300 دولار يلاه كتلقى بها البرودوي وكتدرس بها السوق عاد كتلقى البرودوي اللي مزيان دونك المراحل ديال البيع كدوز بانك انت كتلقى المنتج وباش تلقى المنتج كتخسر فلوس في الادز تفهمنا الاخوان ملي كتلقى منتج كتيستي واحد جوج ثلاثه اربعه واحد ثلاثه البرودويات او كتيستي هنا تيست فيه كتيستي اكثر من منتج او كتيستي نفس المنتج في اكثر من دوله او بجوج على حساب الامكانيات ديالك انت داخل ب 5000 دولار ماشي هو الاخر بادي ب 25000 دولار وماشي واحد اخر بادي ب 2000 دولار دونك هنا ملي كتلقى المنتج اللي غيتبع ليك يعني مثلا انا عطيو اكزامبل جبت هذا البرودوي درت ليه تيست كيتبع ليا مثلا الكوست بار بيرشيز في السعوديه ب 5 دولار او 2 دولار كنقول هذا البرودوي هو هذاك كنحسبه مثلا غنجيب المبيعه ب 2 دولار نقولوا وحده تكونفيرمات وحده ليفرات يعني غيتقام عليا الادز ب 6 دولار شيبينغ مثلا 50% ديليفريد ب 10 20 دولار ولينا ب 26 دولار كنشري البرودوي ب 10 دولار ولينا ب 36 برودوي 36 دولار ب 4 دولار ديال الكول سنتر ولينا ب 40 45 دولار كاع للشارج كاملين وانا كنبيع ب 80 دولار كتشيت ليا 25 35 دولار 30 دولار على كل اوردر ديليفريد مزيان هذا وين البرودكت اجي نشري اوكي دونك قلنا المراحل هو انك تلقى البرودوي وكتجيب البرودوي يعني ملي لقيتي برودوي اللي خدام كتمشي كدير ليه السورسين كتجي كتشري عند الناس باغ اكزومبل فلوكا ديالنا ديال السعودي نيتورك كتجيبو حنا كنجيبوه ليك للدوله ديالك كتبدا كدير كتلق ليها الادز وهنا بغيت نوقف واحد الوقفه الله يجازيكم بخير ملي كتلق الادز كديستي كيجيوك لي ليد هادو كيتلاحو في الزبل حاشاك صافي باش نكمل هاد نسالي هاد الفيلم ديال خويا اش كديروا بدوك لي ليد هادوك التيست هذاك سيدي التيست تلاحو 10 ايام ستوك وصلني خصني نطلق حمله اعلانيه هنا شنو كيوقع الاخوان والاخوات كيوقع السيناريو وحده من السيناريوهات بثلاثه ملي كتجي تطلق الادز الحاله الاسوء ما بقاش كيجيب لك مبيعات وانت جايب ستوك هذا هو كيقول لك خويا يحيى انا شريت ستوك وملي وصلني ستوك وطلقت الادز ما بقاش كيجيب ليا علاش انا نجاوبك شنو كيوقع وقال لك واه ما مشاو ليا فلوسي انا نقول لك شنو كيوقع وبينك وبين راسك غتلقى هذاك الشيء اللي قلت لك هو اللي كاين اول حاجه كتلقاها انه نو سيلز ما بقاش كيجيب لك السيلز الحاله الثانيه اللي ممكن توقع هو انك تجيب السيلز مزيان بداك مثلا كنتي كتجيب 2 دولار عادي الحاله الثالثه انك ملي كتجيب السيلز ولكن طلع الكوست 3 و 4 و 5 فوا 2 ولا فوا 3 انا نجي نقول لك انك تجيب البيع عاديه الحاله الثالثه انك يطلع الكوست عاديه ودوينا عليها في الفيديو اللي تفرج في الفورماسيون ديالي
ولكن ملي كتجيب البرودوي وما كتجيبش باقي السيلز او نقولوا كتجيب السيلز المبيعه غاليه راه لوجيك توقع لك. لماذا؟ لانك انت ما كاين حتى شي ابداع عندك. شنو طريك ملي كنت كتستخدم خديتي فيديو بارازار خديتك اد كوبي بارازار داكشي خربقتيه وتيستيتي وجاب لك مبيعات قلتي وين البروداكت اجي نجيبو. ملي كتبغي تجيب تبيع مبيعه 10 20 50 100 في النهار ما يمكنش باقي تجيبها بداك الكرياتيف العيان، خصك تبدع. والله العظيم الاخوان هذه كنحلف عليها ان اغلبيه الناس اللي كيديروا الاي كوميرس الا من رحم ربي ما كيبدعوش ابدا. الفيديو ما كي داكشي اللي لقى في اليوتيوب ولا في جوجل كيخدم به. الكرياتيف تعبان، يعني عرفتي شنو هو الكرياتيف تعبان. انا كنشوف عندنا مثلا في السي او دي نيتورك قلت لكم البارح جوج الناس كيبيعوا نفس البرودوي، هذا كيسكيلي فيه 6 شهور عام كيبيع فيه، وهذا قال لك ما قدري بيخرج فيه من 100 حبه، وهذا ملي كتسوري يقول لك لا راه عندي المشكل في الادس انا ما كنجيب الكوست غاليه، هذا كيجيبها بجوج هذا كيجيبها ب 10. ومول جوج راه كيبدع، راه كل سيمانه كل 15 يوم كل 10 ايام كيبدل في الكرياتيف، ما كيخليش داك الفيديو يملو من الناس والمشاهدين. دونك قلنا كتستي كتشري برودوي كتلقى الحمله الاعلانيه، حاول في اطلاق الحمله الاعلانيه ملي كيوصل ستوك يكون ابداع تكون خدمه. اخوان سمحوا لي تقطع اللايف جاني ابيض. الفلوس راه ما كاينينش باردين، الفلوس ما كاينينش الله يجازيكم بخير باردين. دونك اللي بغى فيكم الفلوس قاتل عليهم. ملي كنشوفوا ستوريات وكنشوفوا سكرين شوتات وكنشوفوا هذا ربح 100 مليون هذا كيدخل 50 مليون هذا كيدخل 10 مليون في الشهر، راه ماشي كيدخلها حيت هو مشترك في السعودي نيتورك او هذا، لا راه حنا غير سيرفيس بحالنا بحال اي سيرفيس في هذا العالم. كيدخلها لانه يجتهد، لانه يشتغل، لانه يبدع. الله يجزيكم بخير. والله زعما انا كنقول لكم هذه الهضره حرقه، والله العظيم والله شاهد عليا الا كنقول لكم هذه الهضره حرقه، لان كنشوف ناس كيقتلوا احلامهم، ناس كيموتوا في وسط الطريق لانه عنده افكار غلط خلاته يرجع للور. انا يؤلمني ملي كنتلقى مع شي واحد في الزنقه كيقول لي اخويا ديحيا انا متبعك من 10 سنين هذه 5 سنين هذه 6 سنين هذه بديت وانا دابا محطم وواقف مشى الوظيفه ولا قضب اللي كان، كتقول لي علاش؟ يقول لك لانه في مرحله من المراحل افكاره ومعتقداته اللي في دماغه رجعوه للور. دونك ما تخليش الكسل ولا اجتهاد ولا عمل ولا كد يخليك تحطم وتهرس. بديتي هذه المسيره ابدع. كاين داك الحديث المشاليه ديال اذا عمل منكم عبدا عملا فليتقنه، ممكن غلط في الصياغه الله يسمح لي ولكن جو وصلت الفكره. والدراري راه ما الدراري نجيكم صريح راه 90% ديالكم راه ما كيخدمش. كيقول لك شنو هو المجهود كيدير؟ كيمشي كيلقى برودوي كيدير كوبي باست كوبي كولي البرودكت بيج اللي لقى في شي ستور اخر. كاينين شي وحدين كيديروا والله الا شدهم عندنا في الخليج والله وقال لك بغى يبيع في الخليج عباد الله، والله الا كيمشي كيدير جوجل ترانسليت من لونجلي للعربيه اخويا راه سير لك الفايف الخماسات ولا شي موقع واعطي واحد 5 دولار يكتب لك داك الشيء يترجمو لك صحيح. وزعما هذا مارشي عربي وانتم عرب ومشكله زعما انك ما قادرش تكتب واسمح لي وبغيتي فلوس عباد الله وكتقول لي بغيت انا 100000 دولار انا وضحكوا عليا وكتبوا عليا ونصبوا عليا. واحد ما كيعرفش يكتب جو اللي تفرج في الفيديو ديالي راه غادي نشرح لكم هذا الشيء. واحد الفيديو ما كياخذش عليه حتى شي مجهود ما بغاش يخسر عليه حتى 20 دولار مع شي فريلانسر يمونطيه ليه مزيان، ما بغاش يخسر عليه حتى 30 50 دولار 20 دولار على ديال الفويس اوفر بالخليجيه عيب وعار الاخوان. انا كنقولها بحرقه عيب وعار. تبغي الفلوس باردين هذه ما عمر شي حد قالها لكم انا نقولها لكم اليوم، راه عيب وعار تبغي الفلوس باردين. بغيتي الفلوس تقاتل عليهم، راه ما يمكنش تقول لي انا غندير لهذا البيزنس وغنخص ليه ساعه في السيمانه نطلق فيها ادس ونمشي نكمل الوظيفه ديالي ولا نمشي ندور في ندوز الصيف ديالي راه غندخل الفلوس. اخوان ما تضحكوش على راسكم، هادشي بغى الابداع، هادشي بغى الخدمه، بغى التعلم، بغى التجربه،
بغا تجرب. دونك الناس اللي كيقولوا لي شرينا ستوك وصلنا وما قدرناش نبيعو، ديفو فيك ماشي فيا، ديفو فيك ماشي فيا، ديفو فيك ماشي في شركه شيبينغ، ديفو فيك ماشي في حتى شي واحد اخر، لانك انت باقي بغيتي تبيعو بنفس الكرياتيفز، بنفس الفيديوز، بنفس الاد كوبيز، بنفس البرودكت بيج، بنفس ستور، بنفس انا نجيك صريح زعما ما نحقيش نعطيكم الداتا في السي او دي نتورك، ولكن غنهضر بالمجمل. كاين شي ناس كيعطيك 2000 ليد في النهار، 1500 في واحد برودوي بالفيسبوكات، وكتسولو على الكورس كيقول لك دولار، جوج دولار، 3 دولار. ولكن ملي كتهضر معاه في الديتيل كيقول لك انا راه كندير 4 5 ديال الكرياتيفز، 4 5 ديال اللينكدين بيج، 4 5 ديال البرودكت بيج في ستورات في يوكان الى اخره، كندير كنبدع عباد الله. وعباد الله انا كنبدع. واحد هو لا كاتب لك جوج كلمات في برودكت بيج قال لك بغيت نبيع. اوكي ندوزو للمرحله الثانيه. تجاوزتي هاد الشاسي اللي كتبيع كتجيب الليد، كتجي لا فاز ديال لا كونفيرماسيون ديال الاوردرز. لا كونفيرماسيون ديال الاوردرز انت امام خيارين، يا اما تكونفيرمي راسك يا اما تعطي شركه تكونفيرمي لك، انت حر. انا غنصحك بحاجه وحده، هو ان وهذه لقيت عاوتاني مشكله والله، زعما انا ماشي زعما كنشكر في راسي، ولكن ديك التجربه اللي راه كنت في الخليج علمتني بزاف د الحوايج. بحال قلت لك واخا عايش في المغرب ما كنتش عارف ان العقليه المغربيه واصله لواحد القضيه ديال ان ما كيفهم حتى شي حاجه، ما كيبغيش ياناليزي، ما كيبغيش يدير حتى شي حاجه. ملي كتكونفيرمي كتكون عندك داتا ديال الكانسل مثلا، قراها. ملي كتلقى لك كيجي واحد يقول لك انا عندي لا كونفيرماسيون طيحه، شحال سيدي طيحه؟ هو 50%. كيشكي. نحن المغاربه عارفين غير نشكيو. ملي كتقول لي هي راه عندك 50% سيدي، 50% الاخرى مالها كانسل، علاش؟ كيقول لك ما عرفت. كتقول له ودي سير قرا اسباب ديال علاش. كتلقى بعض المرات انه هو ما كيسمعش. كتلقى مثلا واحد البرودوي كيتباع مثلا ب 80 دولار اكزومبل، وهذه وقعت اليوم عندنا في الشركه، هادشي والله العظيم الى اليوم اللي وقعت. واحد السيد كيبيع برودوي عندنا في الشركه، واحد كلاينت 209 اللي الى عقل لا 379 ريال، 379 ريال شحال هذيك ما عرفتش، المهم فايته 120 دولار، كيبيع ب 379 دولار. الكليان اللي عيطنا ليه او الكاستمر اللي عيط ليه، البنات في الكور في الكورسات كتبغي تكونفيرمي معاه ب 379، كيقول لهم لا انا شتها ب 359، فرق ديال 20 ريال سعودي ما يعادل تقريبا 6 دولار. ملي الاكونت ماجر ديالو عيط للكليان قال ليه راه الناس كيقولوا شافوا الادس ديالك البرودوي في ستور غير ب 379 359 ماشي ب 379. قال لك لا انا كنبيع ب 379، وبدا كيكون عنده الكانسل شويه فهمها. يعني هاد السيد بحال قلتي عوض يشد 120 دولار، عوض بحال قلتي كتخيروا ما بين 0 دولار و 114 دولار، كيقول لك 0 دولار. انا استغربت. دونك كتكون عندك داتا تقراها، ملي كتكونفيرما الاوردرز كيتشيباو لي زوردر مزيان. من بعد كيتشيباو لي زوردر والشيبينغ ديال الاوردرز عاد كيجي ديليفريد. اوكي ديليفريد الاخوان والاخوات، بزاف ديال الامور عاوتاني كتحكم فيه باش نجيكم صريح. ولكن كل مارشي عندو افريج، مثلا ملي كنهضرو في السعوديه كيكون عندو 50%، كنهضرو على الكويت كنهضرو على 70%، الامارات 60-70% الى اخره. دونك هذا هو البروسيس كيفاش كيدوز في الخليج. بغيت نهضر دابا على شكون الناس اللي كتنجح في التجاره الالكترونيه، وشنو هما الناس اللي ما كينجحوش في التجاره الالكترونيه. نكمل هاد جوج الاسئله ونحل لكم الاسئله في لي كومونتير. انا من التجربه ديالي جد المتواضعه في المارشي، وحتى مع مئات ديال الكلاينت اللي عندنا في السعودية نتورك، وليت كنعرف شكون اللي مبدئيا كنعرف شكون بتجربه شكون اللي كينجح في الخليج وشكون اللي ما كينجحش.
اللي كاين اسمعوا مزيان هادو نوطيهم. اللي كينجح في الخليج هما ناس كيعطيو حقو التيست ديال البرودويات. اعطيكم واحد الحالات كيجي شي واحد كيقول لي اكونت مانجر ديالو فين وصلت في البيزنس قال لي كانتيستي كيقول لي شنو البرودوي اللي كتيستي كيقول لي مثلا تيست هذا البرودوي كيقول لي خدام ليك كيقول لي لا وهذا البرودوي عشرات ديال الكلاينت كيبيعوه ولكن هو كتلقاه ما عاطيش ليه وقته مثلا كتلقى خاص عليه 10 دولار قال لك بالتيست تلقى واحد الكامبين ب 10 دولار قال لك انا بغيت نتيستي ب 10 دولار كتلقى بغيت تيستي وحط ليه كرياتيف عيان وحط ليه واحد لونغل ديال اللي بيع عيانه واحد دونك الناس اللي كينجحوا في الخليج هما ناس كيعطيو حق التيست هذه اول حاجه على حقها وطريقه وناس كيمتازوا بالمرونه ماشي ناس قاصح راسهم مش ديك صريح الناس اللي الا قاصح راسك ما كتسمعش راه صعيب دير شي حاجه في حياتك انا كنشوف بزاف ديال الناس اللي مثلا شي واحد ديجا عنده ليكسبيريونس في دروب شيبينغ ملي كيجي يخدم في السي او دي مثلا هو كتلقاه ديجا كان كيشيفري واحد 50000 حتى ل 100000 دولار في الشهر عفوا حتى في النهار ولا في الشهر في دروب شيبينغ سيلز ماشي ربح ملي كيجي للخليج كنعطيو حنا اكونت مانجر اكزومبل اكونت مانجر كيبدا كيعطي نصائح كيعطي واحد دي تروك هكا هو متكبر هو كيقول لك انا هذا غيعلم ليا انا رانا كنت كندير 100000 دولار وراه انت كنت كدير 100000 دولار في الدروب شيبينغ ماشي في السعودي وهذا السيد اللي كيدوي معاك فريمون هو ما كيديرش الاي كوميرس ولكن هذا السيد راه يدير حسابات ديال ماشي 100 ديال 10 ولا 20 بحالك اللي كيشيفريو الملايين ديال الدولارات شهريا او سنويا دونك كون مرن وسمع عود سمع والحاجه الثالثه الصبر انا شفت الناس اللي دابا مثلا نقولوا الناس اللي دابا السيو ديال ترك فواحد العمر ديال هادي العامين اكزومبل الناس اللي كيديروا دي الشيفر كبار دابا هما ناس اللي ملي كنقراو المسيره ديالهم في السيو ديال ترك هذا كان اكزومبل كتلقى انه الشهر الاولاني كان دار 200 دولار بروفيت الشهر الثاني كان دار 1000 دولار الشهر الثالث دار 2000 دولار الشهر الرابع 5000 10000 يعني كتلقى انه داز بواحد الصبر ماشي لقى 200 دولار للشهر قال لك واش انا ضربت الشهر كامل على 200 دولار حيت علاش لان غنرجعوا نفس الهضره اللي دويت عليها في الاول انت داخل بالربح والاخر بدا بما بنيه التعلم ونيه الفهم ونيه دخول السوق طب. يعني هذاك اللي اليوم وصل 50000 دولار وصل 100000 دولار في الشهر ولا في الكنزه 15 يوم راه واحد السيد اللي اول فاكتوره ديالو او اول شهر ديالو ربح غير 200 دولار ربح غير 100 دولار جاب غير التعادل كان عنده ناقص 100 دولار كنت لا انت غتدخل غتلقى ناقص 100 دولار او صفر او ربح 100 دولار ولا 200 دولار كتقول واش انا كنضرب هنا شهر على 100 دولار لان علاش لان النيه ديالك هادي سجلها وسطرها لانك انت النيه ديالك والهدف علاش دخلتي داخل كمستثمر صحاب لك راسك انت مستثمر انت مازال ماشي مستثمر انت متعلم واخا جايب الفلوس قلنا في الاول المستثمر هو واحد الشخص عنده فلوس وعنده تجربه ودراسه انت جايب غير الفلوس اذا انت ما تعتبرش راسك مستثمر داك الفلوس اللي جبتي غير مسجل بهم في المدرسه بحال شي واحد طالب با واحد 3000 درهم كيقرا في شي ايكول دونك ما تعتبرش راسك انت مستثمر باش نتفاهم انا وياك دونك الناس اللي كينجحوا في الخليج فيهم ثلاث الميزات كينجحوا في الايكوميرس اون جينيرال الناس كيعطيو حق التيست الناس مرونه وكيسمعوا وناس كيمتازوا بالصبر وبعد النظر الفلوس ما كيجيوش 15 يوم الفلوس ما كيجيوش في النهار انت ما غاديش تكون سيمو لايف بعد معنا شهر باش تكون بحال سيمو لايف وتكون ملياردير خصك واحد سيمو لايف راه صديق ديالي 7 سنين ولا 8 سنين راه وبدا في المجال 12 عام عاد هادشي اللي وصل ليه انت بغيتي توصل ليه دابا راه ما يمكنش بين الاخوان شويه الصبر شتنا هما الناس اللي كيفشلوا في الايكوميرس او كيفشلوا في الخليج على حسب داكشي اللي شفت هو العكس ديال الشيء اللي قلت بلا ما نزيد فيه هما الناس ما كيعطيوش حق التيست الناس قاصح راسهم والناس ما صبرش ناس كيبحثوا على الربح قبل كاع ما يدوز من المرحله ديال التعلم وانه كيستثمر في التعلم حيت اخوان هاد المفهوم كتبوه حتى هو عافاكم نوطيو كاين فرق بين الاستثمار في المشاريع او الاستثمار في تعلم الدخول للمشاريع راه كاين فرق بيناتهم راه انت كتهنا كتستثمر كتحط الفلوس باش تعلم فرق كبير ما بين انك تحط الفلوس
باش تانفيستي وتستثمر وتربح فلوس اخرين باش تحطهم خصك تجربه ودراسه. وكاين انت غير عندك الفلوس جايب 5000 دولار الا ما عندكش تجربه خصك تحط الفلوس وفي جميع الحالات خصك تحط الفلوس باش تيستي باش تلقى البرودوي خصك. اعتقد هذا الشيء فصلت فيه مزيان بينت فيه مزيان. انا نحلو دابا لي كومونتير والله يوفقنا اننا نجاوبكم على اغلبيه لي كيسيون ديالكم. نحاول دائما نجاوب على اسئله اللي غتفيد الجميع وماشي هي شخصيه بدرجه اولى. لازم نحلل الكومباني لا ماشي بالضروره تكون عندك شركه، راه ممكن تخدم غير بيرسون فيزيك وتوك فلوس ديالك في اي كونت بنكي كتعطيهم. متى نحكموا على البرودوي ما خدامش؟ اوكي غتحكم على البرودوي ما خدامش ملي كتيستي كتعطي حقه في التيست واحد 3 ايام واحد 20 دولار 30 دولار في النهار اوب كرياتيف بعقله ومخدوم وما جابش هنا نقول لك ما خدامش. تحيه لكم كاملين. شحال خاصني باش نبدا ايكم؟ هذا اخويا محمد هذا سؤال فخ جيك صريح. دابا خص تقول لي شحال خاصني باش نتعلم؟ نقول لك واحد 500 دولار تعلم بها. هدويت على هذه القضيه ما كاينش شحال نبدا حيت دابا هذا ماشي محلابه بحال قلتي لي شحال خصني ندير المحلابه. نقول لك واحد 5 مليون باش تفيني وتجيب جبانيات والكيسان ومونينيكس واو راه ماشي هادشي اللي كنديرو. راه انت على حسب انت شنو هو واش انت مبتدي واش انت ماشي مبتدي حتى تجاوب على هذا السؤال. How much the percentage of success with 5000 دولار اباجي الاخ كيسول شنو هو النسبه المئويه ديال النجاح. غلط اخويا تفكر هكا كنديو من الصباح ما كاين ما يمكنش راه نقول لك 1% نقدر نقول لك 99% سا ديبون. انت هاد 5000 دولار واش بيتي هاد 5000 دولار حاط في دماغك ما تمشيش ليك حاط في دماغك ما يمشيش فيها واحد الطرف حاط في دماغك خصها تردها 10000 الشهر الجاي ولا غتردها 10000 عام. هذا هو كيسول اللي كيطرح راسو. فكر انك انت هاد 5000 دولار ان شاء الله غير نتعلم بها ونحافظ عليها هذا هو التارغيت. اما ما تعتبرهاش انت ضروري تربح بها على حساب لان شكون انت واش كتعرف الارض ولا ما كتعرفش الارض واش عندك تجربه ولا ما عندكش تجربه. بزاف ديال الحوايج كيلعبوا الضو. اشنو بان لك في الطريقه التيست اللي خدام بها امير اللي استضفوا السيمولاي؟ ما عرفش من الطريقه باش خدام في التيست ولكن امير من واحد من الكلاينت عفوا امير هو واحد من الكلاينت عندنا في سي او دي نيتورك اللي تبارك الله فايتين نص مليون دولار فيلسيناها لهم في ظرف عام وبدا بشي بشويه. راه اللي تفرج في اللايف راه عفوا اللي تفرج في الفيديو راه بدا بشي بشويه يمكن شي 7000 باش يبدا دولار وانسان كيتقاتل. دوره احسن دوره غنصحك ننصحك بها هو طبق داكشي اللي كتلقى في اليوتيوب سواء في الدوره ديالي سواء في الدوره ديال اي واحد اخر. طبق اي دوره ما كتطبقش وما كتانفيستيش في اخويا رضوان دابا تفرجتي كاع في الفيديو ديالي شنو قلت شنو الفيديو شنو غنقول لك كاع ندير لك دوره ودخلتني ب 10000 دولار شنو غنقول لك كاع؟ غنقول لك اخويا سير لقى لك البرودويات وتيستيهم في الادز. انت ماشي وهل انت مستعد تخسر فلوس في الادز؟ هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه. اذا نعم الله يتوكل على الله ما تحتاج كاع تسير شي دوره. اكبر عقل واحد العقل كيسول اكبر عقبه في وجه المبتدئين في هذا المجال هو فيسبوك ادز. راه هذا هو اللي خص تعلم هذا هو الدور ديالك. انت مسوق انت مسوق الكتروني اذا خصك تعرف التسويق. في المرحله ديال التيست الى جاوا المبيعات كي غادي نديروا معاهم وحنا مازالين ما عندنا المنتج غتلحهم اخويا ما عندك ما دير بهم هذوك غير تيست تيست. العقليه هي كلشي راه داكشي اللي كنبغي نوصل للاخوان ولكن شنو كيقولوا لينا دابا ملي كنجيو كنديو كتقول لي ودي كدوي لي بهاد بلا بلا يعني شحال هادي 14 سنه والله العظيم كنحلف بالله الا هذا هو المفيد. المفيد هو هاد بلا 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 اللي كتسمي العقليه هي كلشي. ملي انت ديما كتحسب لراسك ان خبينا عليك شي حاجه ولا كاين شي حاجه هو المفيد. شنو هو؟ هو انك تهز فلوسك تهز وقتك تهز الجهد ديالك وتضيعو ضيعو شهور
انا اللي كندوي معاك خدام في الدومين من 2007 واول مره غندوق الفلوس 2009 ولا 2010 ولا قلت لك شحال غتحط عقليه المستهلك الخليجي تلعب دور كبير باش تلقى المنتج الرابح او التيست والابداع. واهم اهم انا متفق معك الاخ باش تقدر تلقى منتوج او تختار منتج قبل ما تستيهم في الخليج خصك تفهم العقليه والثقافه الخليجيه. انا كنت فهم شي وحدين ست المغاربه اللي كاينين في اوروبا وحتى المغاربه ما عندهمش احتكاك بهذا الثقافه الخليجيه. انا هنا غنقول لك حنا كنعطيو كنز ما كتستغلوش. عندنا في سعودي نتورك ديز اكاونت ماجر هو ليس من صلاحياته يقول لك ايه ولا لا، هو غيقول لك غير كاينين دي حوايج التي تتعارض مع الثقافه مع المناخ مع الجغرافيا مع الدين، كيقول لك لا من الاخر. حتى يقول لك ودي هذا راه مثلا شي واحد قال لك شي حاجه ديال الهالوين ولا شي حاجه، يعني انت الا انت عندك نواقص في هذا الجانب راه عندك اكونت ماجر اللي عنده تجربه اللي كيتعامل مع مئات البرودويات يوميا في الخليج. استغلو هو غيجاوبك وغيفيدك مزيان وهضر معاه وردو صاحبك ولا ردو صاحبتك او رديها صاحبتك وخدمي معاها مزيان. اللي بغى يصيفط السلعه من المغرب اخويا صيفطها شكون حابسو، راه عندنا اكونت ماجر نعطيوك الادريسه ديال الوارهاوسات ديالنا وصيفطها. ولكن انت واش عندك الوراق ديال هذه السلعه ولا لا يطلبوها لك تما؟ هنا السؤال خويا محمد، واش ممكن نخدم ستور ديالي المغربيه؟ ما فهمتش السؤال. واش ضروري تيستي دوز فيسبوك ولا في شي بلاتفورم اخرى؟ لا خويا ممكن تيستي بجوجل ادز، تيستي بفيسبوك ادز، تيستي بسناب شات، تيستي باي حاجه بغيتي. شحال المده ديال التعلم؟ ما كاينش اخويا مده ديال التعلم، ممكن تعلم في سيمانه ممكن تعلم في 10 ايام، سي دي بونتا ودماغك واش خفيف واش ثقيل واش كيفاش انت شنو الجهد اللي حاط في داك الشيء اللي كدير. السي يحيى جبت في واحد التيست 40 ليت ومنين مشيت نكونفيرمي ولا واحد كونفيرما شنو السبب؟ معلومه مهمه طهيري واتشز خويا الطهيري، بغيتك تكتب لي دابا الا ممكن ما عرفتش كيفاش كونفيرميتي وباش كونفيرميتي وكيفاش جبتي هاد 40 ليد وشنو قالوا لك. ملي غتجاوب على راسك في 4 د الاجوبه ما تحتاج يدي حي يجاوبك. هذا مهم الاخوان، قال لك السي يحيى انا جبت في واحد التيست 40 ليد ومنين مشيت نكونفيرمي ولا واحد كونفيرما. معلم انا عارف عندك المشكل ما بغيتش نقوله ولكن نخليك انت تجاوبني. قول لي كيفاش كونفيرميتي وامتى شحال المده باش شراو كونفيرميتي وباش كونفيرميتي وشنو قالوا لك وانا غنجاوبك. شحال نخسر على المنتوج لواحد في الاشهار؟ انا كنقول في الخليج تخسر عليه 100 دولار في 3 ايام، 30 دولار في النهار مينيموم، 12 دولار للتوصيله في السعوديه. اشرح علاش عافاك ميزو، كيفاش نشرح لك علاش؟ ما فهمتهاش، يعني واش كتقول لي انا 12 دولار غاليه ولا كتقول لي 12 دولار شنو فيها؟ الى السؤال هو 12 دولار غاليه اخويا الى لقيتي ارخص الله يسخر لك، الى السؤال ديالك 12 دولار شنو فيها؟ فيها بزاف د الحوايج وهنا سوف اقف مزيان، ما كنتش عوان نقولها ولكن نقولها. بزاف ديال الناس حنا مثلا في السعودية نتورك كنبيعوا شيبينغ في السعوديه ما بين 10 دولار حتى 12 دولار سا ديبونتا الفوليوم ديالك اللي كيدير 100 اوردر ماشي هو اللي كيدير 1000 اوردر. يعني كنقول لك كنبيعوا الشيبينغ حنا ب 10 دولار حتى 12 دولار. اوكي كيجي عندنا شي واحد يقول لك لا خويا دحيا انا لقيتو غير ب 7 دولار او لقيتو غير ب 8 دولار او لقيتو غير ب 9 دولار في شركه اخرى. مزيان الاخوان سمعوا هذه النقطه مزيان، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. ملي لان انا عانيت في هذا الشيء، حنا مغاربه ما كنعرفوش نقراو العقود الدوليه ديال شركات الشحن. نجيكم صريح والله الا راه واحد المره قلت لكم في واحد اللايف استغربت كيف واحد الانجينيور ما قدرش مهندس دولة ما قدرش يقرا كونترا وانا اللي عندي غير كنعرف نقراهم. ما عليناش، جاو عندي ناس يقول لك لا لقينا الشيبينغ غير ب 8 دولار ب 7 دولار ب 9 دولار وانتم كتحسبوا لي 10 ولا 11 ولا 12. انا مزيان تسولني هذا السؤال ولكن هاد الناس اللي قالوا لك 8 قولوا لي شنو فيه، لان الشيبينغ في الخليج او شركات الشحن في الخليج ما عمرهم كيعطيو لك الثمن في واحد،
كيقول لك فلان كنديروا الشيبينغ ب $8 غالبا كيقول لك هنا كنديروا الشيبينغ 25 ريال سعوديه 23 ريال سعوديه اوكي هذا هو الشيء غتلقى كيقول لك كنديروا فيلفيلمنت ب $8 سعوديه او ستوريج اللي هو التخزين كنديروه ب $200 او 300 ريال سعوديه للسي بي ام في الشهر انت عقلك حيت انت ما فهمش ومن عادي جدا حنا راه كامل طحنا في هذا الغلط كتسمع ديك غير $8 داكشي كامل ما سمعتيش ما سمعتيش الفيلمنت ب $8 او ما رديتيش ليها البال وما سمعتيش كاع القالب الكبير هو ديك 200 او 300 ريال اللي هي واحد 550 دولار 60 دولار في الشهر سي بي ام انا ملي كنقول لك $10 $11 اول ان فيها الفيلمنت فيها ستوريج فيها الشيبينغ وفيها الروتور مانجمنت دونك اجي انا وياك نحسبوها بورقه وسيلو ملي كنقول لك انا $8 او صغير $7 انا اللي حتى من $7 في الشيبينغ الفيلمنت 8 ريال اللي هي $2 تقريبا ولينا في 9 شحال بقى لك ال 10 ولا 11 $2 راه هي عندك غير 1000 حبه هاد 1000 حبه بوحدها وحطيتيها عندهم في الوير هاوس غادي تدي لك مينيموم واحد 5 سي بي ام 5 سي بي ام شحال هذيك كضربها في 300 ريال للسي بي ام في الشهر ولينا 5 في 3 ولينا في 1500 ريال سعوديه غتخلصها لهم ديال ستوريج اللي هي 1500 ريال كندوب على واحد $400 ما بين 300 $400 يعني 300 $400 وانت مخرج غير واحد 400 شحنه في النهار هي دولار جوج دولار مزيود عليك غتجمع الطوق غتطيح في 10 في 11 في 12 داكشي اللي كنقول لك انا ولكن لانك انت ما عارفش وانا دور ديالي نشرح لك خويا لا اعيب عليك انا هنا دور ديالي غير سولني على كيفاش راه هاد الشركات ديال الخليج كلهم ما عمر كيعطيك الثمن ديال الشيبينغ اول ان وطرات لواحد الدري مغربي كان خدام معانا في سعودي ماستري سابقه اللي هي سعودي نتورك شويه مشى انتقل شركه اخرى قال لك انا لقيت اسعار ارخص قلنا ليه الله يسلك ربي معاك مشى خدم معاهم شهر ملي جاتو لينفوس تصدم اذا كيعيط ليا خويا دي راه الشركه اكس بلا ما نقول السميه نصبوا عليا قلت له خويا الشركه اكس الا نصبوا عليك انا فلوس كنجيبهم لك راه دوك الناس صحابي وخوتي وعشره معاهم شركه خليجيه هادي قدام معاهم سنوات قلت له ولكن بين ليا فين نصبوا عليك فلوس كنجيبهم لك ملي جلست معاه واحد زوم ميتينغ هو اش مشى قالوا لي كانوا قالوا لي غير الشيبينغ ب $7 الى عقلوا $8 وفي الفيلمنت مكتوب في الكونترا ولكن كل وحده مكتوبه بوحدها ومفرقه كونترا طويله 70000 ورقه قلت له هادي قال لي ما شتهاش قلت له ستوريج ما شتهاش لي بين اسكيو لي بيلين يعني شنو هو الاسكيو لي بيلين هو انه ملي كتدخل السلعه نسيت كاع ما قلتها لكم ملي كتدخل ستوك السلعه للوير هاوس كيلصقوا ليها واحد الاسكيو بحال واحد الباركود واحد الكود ديالها داك الاسكيو كيتلصق بدرهم حتى لجوج دراهم ما بين 30 سنت حتى ل 60 سنت ما بين 0.3 حتى قريب للدولار حتى 0.6 دولار غير يلصقها اسكيو لي بيلين درهم حتى لجوج دراهم هادي قال لي راه خويا ما عادش انا ما قالوش ليا قلت ليه واش الكونترا قريتي سنيتي عليها قال لك ايه قلت ليه دونك ما غاش يقول لك في التليفون دي طاي معاك دونك 12 10 11 سير اخويا جيبك قل لقيتي قلب اول ان انا نقولها لك فيها الاس كيو لي بينينغ فيها الشيبمنت فيها الروتر مانجمنت فيها فيلمنت فيها ستوريج الا لقيتي قل من 10 الله يسلك وانا ما عارف ما غتلقاش انا الخليج كامل مدوز فيها الربع ديال حياتي خويا يحيى باش اين سوق كتنصح به العمل سعودي ولا دبي ولا اماراتي انا دائما اخي كنصح ملي كدير تيست كديرها في الدول كاملين لان غالبا كيطلع لك برودوي ملي كتيستي في دوله واحده احتمال ماشي بحال الا تيستي في خمسه غالبا كيطلع لك في الدوله هذه لا على حساب انسب قال لك الاخوه ما هي انسب طريقه في نظرك لفهم الثقافه المتواجده في الخليج هو انك تقرا تتبع تشوف افلام وتخلي الكونتاكت مزيان مع الاكونت ماجر غيفيدك عندنا لي زاكونت ماجر ماشي كنشكر فيهم ولكن هاي ليفل تتعامل مع مئات الكلاينتات تتعامل مع الاف البرودويات ديال الكلاينتات يعني راك متجربه غير كنقول لكم قبيله واخا عندك تجربه كدير 100 مليون وهو كيتخلص غير 10000 درهم ولا 20000 درهم في الشهر ولكن انت كثير عليه في الفلوس ولكن هو راه عنده تجربه وراكم 10000 دولار راس المال اللي بات في الخارج مزيان راس المال
ولكن واحد 20% ديالو غتمشي لك الا انت مبتدئ غير في التعلم. كيفاش كنعاود نستثمر داكشي اللي دخلت؟ مزيان سؤال واعر، سؤال واعر اخوان والاخوات. عطيني الناس اللي مشاو بعيد هما الناس اللي كيعاودوا انفيستيو، يعني عندك 5000 دولار رديتيها الشهر الجاي 7000، ديك 7000 كامله انفيستيها في سلعه اخرى في ادسا تولي 10000، الشهر الجاي 15000، وهكا كتكبر راس المال ديالك. ما هي مزايا الاستيراد عن طريقكم بدون الموردين الاخرين في السوق؟ هل هنا مزايا في ثمن الاستيراد؟ لا لا اظن، نجيك صريح انا، راه كتعرفوني صريح، انا لا اظن ان الميزه ديالنا هما اننا اقل ثمنا، باش نجيك صريح. لا تقريبا داكشي باش كنستوردو حنا وباش كيستوردو جميع المستوردين فرق دولار نص دولار. الميزه ديالنا حنا ان حنا كنضمنوا لك سلعتك. غتمشي عند شي واحد في علي بابا ولا في تعرف عليه في اونلاين تقول لي دخل لي السلعه السعوديه وغتخلصها لي كامله، كاين احتمال انه تشد لي في الديوانه وغادي يمشيو لك فلوسك. انا فلوسك معايا مضمونين، هذا هو الفرق. نجيك من الاخر، في هاد الظروف ديال كورونا كيفاش دايره الامور ديال السعوديه في الخارج؟ بالعكس أكت انا قلتها لكم، قلتها في واحد لايف سابق، انا الفلوس اللي شفت في كورونا ما عمرني شفتها في حياتي كامله. احسن دوره تبدا بها معكم نصيحه الكويت والسعوديه. دابا بزاف ديال الناس كيسولوا تاني باش نحيد عليها هذا السؤال، كيتعاود بزاف ديال طريقه البحث عن المنتجات. خويا واحد السؤال هو خويا محمد، شكرا لك بزاف. اكبر عقليه، اكبر عقبه عفوا في طريق الجميع هي المنتج. واش عندكم طريقه اكبر عقبه في المنتج؟ كاينه هذه العقبه، يعني انت الى مازال ما قدرتيش تلقى المنتج يعني انك انت مازال ما فاهمش المارشي او ما فاهمش السوق صحيح. كنشوف الناس كيجيبوا برودوي ما كيقدروش يبيعوهم ونفس البرودوي كيتباعوا، انت ما لقيتيش ليه زاويه للبيع. دونك دائما غنعاود نرجعها، استعين بمدير حسابك، الله يجزيك بخير. استعين بمدير الحساب ديالك غينفعك بزاف، لان الا ما قدرتيش تلقى المنتج الرابح او ما قدرتيش غير تسيليكسيوني البرودوي، استهضر معاه، خذ منه، دي منه الهضره، دير معاه ميتينغ، دير هو غيفيدك، الله يجزيكم بخير. انا عارف هذا المشكل بزاف كاين، ولكن حنا علاش درنا مدير حساب وكنخلصوا ليه 10000 ولا 20000 درهم في الشهر ولا 5000 درهم في الشهر ولا 6000 درهم؟ علاش؟ كنعطيوه بريمو باش انت ما تحلش في شي حاجه متعلقه بالتكنيك، بلي زانفورماسيون، بالداتا، بالستاتستيك، وبالثقافه، وب شي حاجه متعلقه بشي حاجه انت جديده عليك بحال الثقافه وشنو اللي خدام وشنو اللي ما خدامش. واحد السؤال واعر، علاش كاين في اي تي في الانترناسيونال وما كاينش في اللوكال؟ الانترناسيونال لان كتسيفت السلعه من الدولة A للدولة B وكتدوز في الجمارك وكتسجل تما، دونك خاصك تحافظ على الفي تي. العكس ديال ان في الدوميستيك هزا غير ليفرو ليفراها وجابها، ما كاينش انفويس. الانترناسيونال ضروري من الانفويس لان السلعة كتدوز في الديوانة، وملي ما كتكونش انفويس راه ما كتكونش للفي اي تي. واش ضروري شركة باش نبيع في الخليج مع العلم اني موقف في الامارات؟ لا خويا العساوي، لا ماشي ضروري شركة. شنو ماصير ستوك الا ما تباعش؟ واحد السيد سيزوفين قال لك خويا ستوك ديالك هو في الوير هاوس حتى وكان تبيعو، عندك 60 يوم تبيعو سينو خدو. واش كتضمنوا الجودة ديال البرودوي؟ على حساب اخويا شنو شاري. انا ملي كتجي عندي كتقول لي بغيت هذا، كنقول لك فيه الكايتي بدولار، كايتي ب 5 دولار، كايتي ب 10 دولار، كتقول لي ديال دولار وبغيتي كايتي ديال 10 دولار، راه ما يمكنش، راه انت اللي كتضمن الكريتي بداكشي اللي شاري. البرودويات ديال الدروب كيتمشاو في الخليج اللي كيحلوا المشكل بطبيعه الحال اخويا. لا بلي بار ديال الناس راه داكشي كيبيعوا في الدروب كيجيبوا كيبيعوا في السعوديه في الخليج. مده توصيل المنتوج داخل السعوديه راه جاوبت عليه. ما هي مميزات الزبون الخليجي كيسبند اخويا؟ كيخسر الفلوس بزاف. مثلا انا نعطيكم اكزومبل، مثلا كتلقى نفس المنتج ما بين السوق المغربي والسوق الخارجي، كتلقى مثلا هذا المنتج اكزومبل مثلا هذه الساعه او برودوي مثلا ديال الشينوا كنجيبوه كنجيبوه مثلا كنشريوه في المغرب 60 درهم جمله، كنخسروا عليه واحد 20 درهم في الادز
10 دراهم في مثلا 60 درهم في قلنا في البرودوي، 20 درهم في الارت 80 درهم، 10 دراهم وحتى 20 درهم ما بين التليفون والاوبريشن والسكوتش وهذا ولينا في 100 درهم، كنزيدو عليها واحد 40 درهم ولا 30 درهم ديال الشيبينغ كتولي 130 درهم، وكنبيعو ب 300 درهم. شحال الرابح؟ رابح 140 درهم، ما بين 100 درهم 140 درهم. نفس المنتج ممكن نبيعو في الخليج ب 800 درهم وغنجيبو حتى هو غير ب 60 درهم 70 درهم في الجمله، غنخسر عليه مثلا 100 درهم في الارتس كاع تما كضرب في 3 ولينا في 160 درهم، نخسر عليه 20 دولار اللي هي 200 درهم في الشيبينغ ولينا كندويو على 360 درهم، واحد 50 درهم ديال الادز ديال الكول سنتر ولينا في 300 قلنا 300 قلنا 360 ولينا في 410 دراهم، نقولوا مع السويدي في تقريبا 500 درهم، وكنبيعوا ب 800 900 درهم كنربح واحد 300 400 درهم. يعني دائما في المغرب كتربح مينيموم ما بين المغرب والخليج كتربح فوا 2 فوا 3 من الاخر. هذا هو الزبون الخليجي الميزه ديالو. واش ممكن في هذا المجال نوصل للحريه الماديه؟ بطبيعه الحال اخويا الناس راه كيضربوا المناعين. شرح لينا دوك الاثمنه ديال الكونت في الكونترا من غير الجدول. اثمنه الكونترا باينه اخويا، عندك الشيبينغ في الدوميستيك كيدور ما بين 10 12 دولار، وعندك الكول سنتر في لا كونفيرماسيون دولار، وفي الفولو اب ديالو تيت ليفرا 2 دولار، وعندك السودي فيت 5%. ألف دولار في الخليج كافية لواحد عنده خبرة، عنده خبرة يلقى ألف دولار غيلقى بها البرودوي وغادي يجيب بها كمية صغيرة على حساب خويا يحيى. إذا وقعت شي حاجة للستوك قبل ما يوصل الويرهاوس شنو كاينة؟ إلا تهرس تسرق ما وصلش تشد في الديوانة، أنا أتحمل مسؤوليته. أنت ملي كتخلص هذا البرودوي خلصو فلاشين، خلصو يوصل الويرهاوس، في الطريق وقعت لي شي حاجه تسرق تهرس ما وصلش للديوانة، فلوسك عندي انا. يعني ما تخافش من هذه. المنصات الاعلانيه اللي تنصح بها من غير فيسبوك: سناب شات، تيك توك، جوجل ادز. نتمنى ان انا بان لي الاسئله كيتعاودوا بزاف، نتمنى ان فتكم ولو بشويه. نتمنى لكم التوفيق الاخوان، نتمنى لكم النجاح. غنعاود ننصحكم اخوان: الصبر، تيست، مرونة، وفرق ما بين تعلم وما بين تربح الفلوس. انت مبدئيا في مجال او في مرحلة انك تيستي تعلم، اعطي ليها وقتها، خسر عليها فلوسها، عاد نهضروا على امور اخرين. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى لكم التوفيق الإخوان، نتمنى لكم ملايين الدولارات، آلاف الدولارات. أستأذن منكم، تهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.